احنا ان شاء الله يعني هاي فرصه كبيره انه سعود، لكنه انا يعني كلام واحد انه احنا الخربطه اللي في الكره العراقيه صار سنين، يعني معقوله كاساس وسنه واحده يريد يصلح كل شيء، يعني بناء من الخلف واستحواذ والانتصارات والدرجه الكامله العلامه الكامله وصعود كاس العالم، يعني حاسس حماري. كره القدم جماعيه تحتاج الى المنطق مالتنا انه نحسن حالتنا في كل شيء، هسه حتى في يعني في التصنيف العالمي تصنيف الفيفا انه احنا متقربين وممكن انه نسبق السعوديه اذا فزنا احنا وهم تعثروا مع الاردن، فاحنا بدنا نمشي بخطى جيده وخطى سريعه. المشكله اللي احنا في الوقت الحاضر احنا لازم كلنا نساند كاساس، نساند في كل المجالات سواء السلبيه او خاصه في هذه الفتره اللي هي فتره حرجه، الفريق العراقي يحتاج للمسانده، لانه احنا ما ممكن انه فريق يؤدي بمستوى عالي مع المنتخبات في شوطين، اذا وصلنا هاي يعني صرنا فريق اوروبي، احنا بعد ما وصلنا هاي المرحله احنا نحتاج الى الصبر، نحتاج الى تعزيز الكره العراقيه باشياء علميه، بحاله ثقافيه اللاعبين، في البرامج اللي سبقتنا بها الدول. فلحد الان احنا نريد كل الاشياء في يوم واحد وهذا مستحيل يعني.